مشغول عني بيه؟ ولا حاجة. ايه قلقانة عشان ابني جاي يقعد يومين تلاتة؟ خايفة لا عاملك وحش ولا حاجة؟ لا خالص، أنا متأكدة إنه هيكون زيك. زي ازاي يعني؟ يعني عمره ما هيكسر بخاطر حد مهما كان. بس خدي بالك يا نادية، احنا لما بنكره ما بنحبش تاني. وهو هيكرهني ليه؟ وأنا عملت حاجة عفشة؟ حلوة عفشة دي. لا طبعا انت مش ممكن تعملي حاجة عفشة ابدا. بقولك ايه، تحبي تسافري لك يومين تلاتة تغيري جو؟ لا، أنا عاوزة حاجة تانية. كده نزعل منك. لما تعوزي حاجة تطلبيها على طول، وانا قلتلك الكلام ده قبل كده كذا مرة. كل ده بتفكري عشان تطلبي حاجة؟ أمور يا حبيبتي. أنا عاوزة أزور أبوي. وحشك؟ وحشني قوي. أصله جاني في المنام. وماله؟ روحي له. بس أخاف حد من البلد يشوفني، تبقى مشكلة. صحيح، دي هتبقى مشكلة كبيرة قوي. الناس كلها في البلد عارفة إنك ميتة. معلش، العربية بتاعتي تاخدك تروحي تزوريه، والرجالة بتوعي هيبقوا معاكي، محدش يقدر يقرب لك. ما بلاش حكاية الرجالة دي، هي العربية توديني أقعد معاها شوي وترجعني تاني. أنا ما عاوزاش حد يقول مين اللي دخلت البلد ومعاه حراسة دي. عندك حق، عين العقل. على فين؟ افتكرت بس شوية أوراق عايز أبص عليها في المكتب، وأرجع لك على طول يا حبيبتي. تعمل كده ليه؟ يا فقيرة والله ما عملت. والله يا كذابة. قومي قومي، لآخر مرة هسألك، كنت فين يا نادية؟ كنت مع كامل. حلوة. مين كامل ده بقى؟ الراجل الأخرس، الراجل الأخرس اللي حكيت لك عنه قبل كده. طب كان عايز منك إيه الراجل الأخرس ده؟ مين اللي بعتهولك؟ محدش محدش. وعرف منين أصلاً إنك هنا؟ مش المفروض إنك ميتة؟ هو مشي ورا شهد لما كانت هنا المره اللي فاتت، وشافني وعرف اني عايشه. ده انا حتى كنت هطلب منك انك تشغله عندك. واشغله ليه؟ ها؟ اشغله ليه؟ ايه اللي بينك وبين محرم يا ناديه؟ انت اتجننت؟ انا ايه؟ انا اتجننت؟ انا اتجننت؟ ايه؟ عموما ملحوقه كده كده، انت ميتة عند الحكومة. يعني لو قطعتك حتت ورميتك لكلاب السكك محدش هيسأل عليك ولا كلمة. حتى لو انا فاهم غلط مش هسمعك. عارفة ليه؟ لانك كدبتي عليا وخبيتي انك قابلتي اكتر شخص بكرهه في الحياة. يا خاينة، عملتش حاجة. مين؟ أنا صوفة، افتحي. صوفة؟ في إيه؟ في إيه هنا؟ ما ينفعش، لازم نتدارى لو تفضح. تعالى. حاضر. اترزة. خير؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، كنت عايز الست الوالده من الصبح وبتصل بيها ما بتردش. ما تروح لها؟ اروح لها فين؟ البيت الكبير؟ عشان مروان يطخني طبعا. لا ليه؟ هي الحاجه اللي انت عايزها فيها مهمه قوي كده؟ موت مهمه. موت صوفة مهمه. موت يعني ايه موت؟ جبريه مالها؟ جات لنا لحد عندنا، عايزانا نخطف لها عيل.
مين؟ معرفش، هي جات وقالت كده. لكون عايزاك تختفي بننا. لا لا لا، ما جابتش سيرة هي، بس أنا حسيت في عينيها كده إن هي جاية تعمل لنا اختبار عشان نقول نعم أو لا. لا مش فاهمة. جاية يعني تمتحننا هنوافق نخطف لها عيل ولا لا؟ لو وافقنا يبقى إحنا اللي خطفنا الواد الأولاني ابن مفيدة، لو ما وافقناش ما يبقاش إحنا. إيه اللي بيدور في دماغك يا جبرية؟ الولاية دي شرانية، أنا قريت في عينيها الشر وشكلها ناوية على نية سودة، عشان كده أنا هقول لك ملحوظة صغننة. صوفا لو وقع مش هيقع لوحده، البلد كلها هتقع، أنا مش هشيلها لوحدي. عشان كده لازم تكلمي الست الوالدة ترسيها على الدور. بمناسبة الدور بقى، مش نعمل دور شاي؟ يلا برا. طب تعالي نقعد جوه شوية عشان يلا يا صوفا. حاضر. نهزر ولا إيه؟ اتفضلي معانا. وما تجيليش هنا تاني. ما تنسيش تبلغي الست الوالدة. مش هنسى. أتصل بيك أفكرك إن أنا. باي باي. هنا لا. حاضر. باي باي. يلا. طب قولي باي باي. طيب. يا ترى إيه اللي في دماغك يا جبرية؟ أطلب منك طلب. قول. لو فتحي جالك وطلب إنه يرجعني ما تقولش لا يا حسن. اوعي يا حسن! تتكلم! ولدي! تتجنيتي! تتجنيتي يا بنت! أنتوا جاي! مين اللي جالك تعملك ده؟ ولدي يا حسن! ولدي! ريت ليل عارف مكانه. عرفتي منين؟ ما حدش قال لي. عدلي، عدلي هو اللي قال لي. ريتان ما قالت ليش حاجة. ما هي اللي لازم تكون عملت كده؟ هي ضرتي، بتغير مني، عايزة أنا أموت من الجهرة. قومي قومي، عايز تقتليني بتتكلم. خليك على المخبولة دي. تطالق كنت صابر عليك عشان الواد، لو لقيته هقول إنك متي. يلا برا برا. أنا عايزة ولدي، أنا عايزة ولدي. ريتال